نختم هذه الجولة في عمارة الرأي والمقالات بزاوية بشفافية للكاتب حيدر المكاشفي بأخيرة صيحة بعنوان للفساد أبواب ومداخل شتى. يبتدر المكاشفي زاويته بالإشارة إلى ما تناولته الأخبار أمس أن وزير المالية الفريق الركابي سيعلن جملة من الضوابط من بينها الحد من الإنفاق الحكومي تقييد صلاحيات المسؤولين في التبرعات. يرى المكاشفي أن هذه خطوة ضرورية إن وجدت طريقها إلى التنفيذ وليس التنفيس، كما حدث لكثير من القرارات الجيدة التي ظلت حبيسة الأضابير إن لم تذهب إلى مزبلة التاريخ على حد تعبيره. يمضي الكاتب إلى أن الذي لم ينتبه إليه الركابي ولم تتضمنه قراراته المرتقبة وهو ما يعرف بمال الوزير أو مال الوالي، وهم يتصرفون فيها كما يشاءون وفيما يشاءون، استنادا على تقارير المراجع العام التي أثبتت أن هذه الأموال تذهب إلى جيوب أشخاص خاصة ومخصوصين، بل لا يشغلون أي وظيفة لا في دائرة اختصاص صاحب هذا المال ولا حتى في جمهورية السودان قاطبة. ويشبه المكاشفي التبرعات التي يتفضل بها أهل السلطة بما كان يفعل الأمراء والملوك العرب، ويقول كأننا في عهد بني أمية، ويتساءل هل هناك بند في الموازنة غير مال التنمية يستوعب مثل هذه التبرعات؟ يختم حيدر المكاشفي زاويته بأن الشاهد هنا أن مثل هذه الممارسات تدخل أيضا في الباب الذي يدخل منه الفساد.